هوريكم ازاي نتعامل مع لعبة ليدو كينج. طبعا دي لعبة كلنا عارفينها ولعبة جميلة جدا. دلوقتي احنا دخلنا اتكيت على التطبيق طبعا. دخلنا دلوقتي ازاي اوريكو ننشأ غرفة مثلا نلعب مع اصدقائنا. ان انت تلعبوا لوحدكم بيبقى يعني اتنين قاعدين جنب بعض، موبايل واحد عادي بكمبيوتر. يلا نشوف دلوقتي. اول حاجة عايز مثلا تلعب مع اصدقائك. طبعا احنا بندخل اللعبة في الاول من الفيس، لما بتنزلها في اول حاجة بندخل الايميل والباسورد بتاع الفيس بتاعك، او لو مش عندك فيس او مش عايز تدخل بالفيس عادي خالص بتدخل باي اسم، بالاسم انت عايزه وبتدخل اللعبة عادي. دلوقتي عايز انت تنشأ غرفة وتدعي اصدقائك او اصحابك. تمام، هنتذكر اول اللعب مع الاصدقاء. تمام، هنا لو عايز تلعب من غير صوت ما تتكلموش في الجيم بمية جنيه عادي. عايز تلعب بصوت محادثة صوتية طبعا بقى تلعب بخمسة، بقى خمس لاعبين بست لاعبين عادي لحد ستة. وبرضو بتغير اللون اللي انت عايزه من الوان دي. بعدين تك انشاء غرفة. تمام، دلوقتي هو في ممكن تعمل فيديو مثلا قبل ما تدخل غرفة، عشان بيبقى ساعات ميبقاش بيبقى مش معاك في يعني فيديو صوتي. تمام، انا عايزة دلوقتي ابعت الاصدقاء من عندي. تمام، بتكل على واحد من دول. في بقى دول اللي عندي مثلا ادعو حد كده حد. تمام، او في مثلا بيبقى اصدقاء عاملين طلب صداقة او كده. لو مثلا عايز تدعي حد ممكن ده تدخل بيها هوريكو. ولو عايز مثلا تبعت لحد من على الواتس بلينك يدخل على طول بالواتس كده عادي. تمام، اجيب لنا الواتس دلوقتي. عايز مثلا تبعت شخص معين او حاجة بيبقى مثلا الواتس من اي حاجة، الواتس انستا اي حاجة عادي. تمام، هوريكو لو ازاي مثلا حد بعتلك دعوة وتقبلها ازاي. تمام، لو حد دلوقتي بعت دعوة هتقبلها من هنا. تمام، لو حد بعد دعوة الاصدقاء توضحنا. لو حد عملت طلب صداقة مثلا اصدقائك اللي على الفيس اكتب عن ان هم عندك. التحديد بيبقى حد بعتلك هنا وانت مثلا تتأكد صح او غلط. وهنا بتلعب مع الكمبيوتر بقى. الكمبيوتر هي اللعبة نفسها مثلا مثلا تالي، وتختار انت باربع لاعبين ولا باربعة ولا باتنين، واللون طبعا تبقى بتلعب مع الكمبيوتر. عايز مثلا تلعب دلوقتي اتنين على مثلا موبايل واحد كده، بتختار تلعب بده او بده. وطبعا يعني بيلعبوا كلهم الموبايل واحد جنب بعض ومثلا فريقين او فردي كده. وفي كمبيوتر احنا طبعا قلناها. وفي مثلا لعب اونلاين مثلا لو تلعب مع ناس برا مصر وكده عادي. وفي مثلا في يعني جوا اللعبة في لعبة مثلا زي السلم والتعبان، لعبة مشهورة جدا وحلوة. لعبة برضو في الألعاب تلعب مع أصدقاء كمبيوتر أي حاجة، السلم والتعبان برضو. وفي مثلا فلوس لو تتك هنا عايز فلوس. هي كل ده، ويا رب يعني تكونوا استفدتوا من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.